أهلا بكم أيها الحاضرون الكرام، وتحية طيبة لكم مشاهدينا الأعزاء، ومرحبا بالجميع إلى هذه الندوة التي تنظمها دائرة الطلاب بالتجمع اليمني للإصلاح، والتي سنخصص الحديث فيها عن الواقع السياسي، الإنجازات والتحديات. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، والأستاذ القدير عبد الوهاب الأنسي الأمين العام التجمع اليمني للإصلاح والرئيس الدولي للقاء المشترك. بعد مضي أكثر من عام على الثورة الشعبية السلمية في اليمن، نستطيع أن نتوقف قليلاً لاستقراء ما حققته هذه الثورة من إنجازات وما تعترف سيرها من تحديات تحول دون تحقيق كامل الأهداف. فما أبرز الإنجازات التي تحققت لهذه الثورة مقارنة بمثيلاتها في المنطقة العربية؟ وإلى أي مدى نجح اللقاء المشترك في مساره السياسي؟ وهل كانت حكومة الوفاق الوطني ثمرة للمسار الثوري أو المسار السياسي أم لكليهما معا؟ وما الاستحقاقات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية؟ ثم ما مصير الحوار الوطني؟ وكيف سيتم التعامل مع الجهات التي لم توقع على المبادرة الخليجية؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون ورقتنا الأولى في ندوتنا هذه، كفيلة للرد عليها. وأترككم الآن مع الورقة الأولى ومع الدكتور ياسين سعيد نعمان، فليتفضل عرضك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلبة الحاضرون جميعاً، أولاً شكراً للقطاع الطلابي في التجمع العلمي للإصلاح على هذه الدعوة، وأعتقد أن هذا هو شكل من أشكال الحوار المفتوح، ليست ندوة ولا محاضرة، ولكن سنتحدث إليكم ببعض الأفكار أو القضايا، وسيترك المجال لأي أسئلة تطرح من قبلكم على اعتبار أن هناك كثير من الأسئلة المطروحة اليوم. بداية نترحم على الشهداء، على أرواح الشهداء، ونسأل الله القدير أيضا أن يشفي الجرحى والمعاقين، وأن يفك أسر المأسورين. نحن الآن على مشارف سنة ونيف من ثورة الشباب الشعبية السلمية، وهي فترة زمنية طويلة نسبيا إذا أخذنا بها الاعتبار الثورات المقارنة أو ما سميت ب ثورات الربيع العربي التي شهدها الوطن العربي خلال السنة الماضية. وبالنسبة للثورة اليمنية تطرح في الوقت الحاضر أسئلة عديدة. قبل أن نبدأ في المحور الذي خصص لي الحديث بشأنه، هذه الأسئلة طبعا اليوم تثار في أكثر من مكان. بعض يسأل هل انتصرت الثورة؟ وآخر آخرون يسألون هل كانت التسوية السياسية ضرورية؟ وهل يمكن اعتبار التسوية السياسية التي تمت، هل يمكن اعتبارها جزء من الثورة أو أنها دخيلة عليها أو أنها اقتحمت مسار الحالة الثورية؟ وأسئلة أخرى أيضا تطرح بشكل آخر، تقول أن الثورة قامت من أجل إسقاط النظام، فإذا بالنظام الذي قامت الثورة لإسقاطه
يصبح جزءا من التسوية السياسية. هذه الأسئلة مشروعة، وربما من الصعب أن نقدم إجابات تدعي أنها صحيحة، لكن نترك الأمور حقيقة للإجابات التي تقدمها الحياة. الحياة هي بواقعها وأحداثها أكثر صدقاً في أن تقدم الإجابات الصحيحة للأسئلة المعقدة. ونعتقد كل هذه الأسئلة المثيرة اليوم هي أسئلة بدرجة على درجة عالية من التعقيد، خاصة بعد أن شهدت هذه الثورة المباركة تضحيات جسيمة وبنيت عليها آمال كبيرة، ليس وسط الشباب فقط ولكن بالنسبة لكل اليمنيين. اليوم عندما نتعرض أولاً على أو إلى الإجابة على السؤال الأول، هل انتصرت الثورة؟ نستطيع أن نقول، وهذه إجابة حتى الآن لا زالت بعيدة عن واقعها الحياة، قد تأتي واقعها الحياة لتؤكد أن هذه الإجابة صحيحة، وقد تأتي واقعها الحياة القادمة لتقول أن هذه الإجابة كانت غير صحيحة. لكن نستطيع أن نقول بقراءة واعية ودقيقة لمسار الثورة والأوضاع التي ارتبطت بالثورة أنها انتصرت. لماذا نقول انتصرت؟ لماذا نتجرأ ونقول أنها انتصرت؟ لأن هدف الثورة كان هو تغيير النظام، والسؤال هل فعلا تغير النظام باستعادة ما كان موجود أو قائم قبل أن يخرج الشباب إلى الشارع ويتأهبوا لتقديم التضحيات؟ كنا نرى أمامنا نظاما سياسيا يهيئ نفسه للتأبيد ويهيئ نفسه للتوريث ويهيئ نفسه لأن يصبح حالة دائمة. هذه الحالة كان يراد لها أن يتم استكمال كل مقدرات اليمن لكي تخدم هذه الحالة الدائمة والثابتة. ولذلك عندما نضع مقارنة بين ما تم اليوم بعد هذه الفترة الطويلة من مسار الثورة وما تم إنجازه من تفكيك هذا النظام التوريثي العائلي الذي أريد له أن يكون نظاماً دائماً لحكم اليمن، لا بد أن نصل إلى نتيجة هامة، وهي أن الثورة استطاعت أن تنتزع الجمهورية وثورة سبتمبر وثورة أكتوبر واليمن بشكل عام من أيدي مغتصبيها، أعادت المسار الطبيعي للحياة وللتاريخ إلى المسار الذي كان يجب أن يتم منذ سنوات طويلة. إذن هذا إنجاز لابد أن ننظر إليه بإعجاب على أنه تحقق بتضحيات كبيرة. ويطرح البعض، هل هذه التضحيات التي قدمت
تتناسب مع ما تم إنجازه حتى الآن من عملية التغيير؟ أقول نعم، وبكل ثقة أنه لولا هذه التضحيات التي قدمت لما استطاعت الثورة أن تفكك هذا النظام باتجاه إعادة بنائه على أسس جديدة وباتجاه استعادة الإرادة الشعبية التي غيبت في النظام السياسي والاجتماعي القديم. هل التسوية السياسية ضرورية؟ نستطيع أن نقول نعم. لماذا؟ التسوية لم تكن حالة خارج الهدف الذي قامت من أجله الثورة. وهنا علينا أن نجيب على سؤال يتعلق بمفهوم التوافق. هل التوافق الذي تم بين القوى السياسية بشكل عام قام على قاعدة تتناقض من حيث الموضوع مع أهداف الثورة؟ بالعكس، نستطيع أن نقول أن التوافق الذي تم قام على قاعدة التغيير، بمعنى أن كل القوى السياسية التي سارت في طريق التوافق السياسي أو التسوية السياسية كانت مرجعيتها الرئيسية هي أهداف الثورة، لكن هذه الأهداف لم ينظر إليها في هذه التسوية باعتبارها كتلة متكاملة يجب أن تتحقق في وقت واحد. كان لابد من البدء أولاً بفتح الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة، ولذلك طرح السؤال: ما هي القواصم المشتركة في عملية التوافق السياسي؟ كانت تقوم على أساس الانتقال السلمي للسلطة، بمعنى التغيير السياسي الذي من شأنه أن يفتح الطريق أمام تحقيق أهداف الثورة مستقبلاً، وبالتالي كان لابد من تفكيك النظام سياسياً واجتماعياً وثقافياً للوصول إلى تحقيق أهداف الثورة. هذه عملية الهدف الأساسي منها إيجاد فجوات في مسار التسوية السياسية، ونحن عبرنا عن هذا الموضوع بموقف سياسي، قلنا أن الانتقال السلمي للسلطة كما جرت التعبير عنه يقوم على قاعدة النقل الكامل للسلطة بشكل كامل، وهذا ما تم التعبير عنه، وبالتالي أي محاولة لتفسير مغاير لهذه المسألة إنما يريد أن يوجد فجوات في التسوية السياسية بهدف إرباك العملية بشكل كامل. ولكن أقول لكم، هيهات لهذه القوى أن تعيد إرباك الحياة السياسية. صح، ربما تضع بعض الصعوبات ووضع التعقيدات، لكن عجلة التغيير دارت اليوم ودارت بكل ثقة، ولا بد من أن تنتقل هذه العملية من طابعها النخبوي السياسي إلى الطابع الشعبي. لا زالت بعض القوى ربما بحسابات معينة، ربما بتقديرات معينة، ولم يفتح مع هذه القوى حتى الآن الحوار الكافي للوصول إلى كلمة سواء فيما يخص الخطوات القادمة، وهذا ما نريده. لكن شوفوا، كان هناك من يريد هذا البلد أن يحترب، وكان هناك من يريد بحسابات للأسف قاصرة لهذا البلد أن يدخل في دوامة العنف والحرب الأهلية، بحسابات أن انتصار بعض المشاريع ما كان يمكن تتحقق إلا إذا احترب هذا البلد ودخل في الحرب الأهلية. وتجنيب اليمن الحرب الأهلية كانت واحدة من أخلاقيات الثورة التي جرى الامتثال لها، باعتبار أن أي ثورة في العالم لها أهداف نبيلة أول ما تفكر فيه
أنها تتجنب العنف والحرب، والحرب لا تتناسب مطلقا، ولا يمكن أن تحمل الأفكار النبيلة الكبيرة. ولذلك كم هو جميل أن تدهش الثورة لمن العالم بأنها تجنبت الحرب، بالرغم أن العنف جاء من طرف واحد. العنف كان عنف الحكومة، عنف الدولة، عنف النظام. هذا الموقف الذي رفض العنف منذ اليوم الأول، الموقف الثورة الذي رفض العنف منذ اليوم الأول، أنا أعتقد مضمون الأخلاقي هو الذي جنب اليمن أن تنزلق الحرب الأهلية. ولذلك الزعيق اللي نسمعه بعض الأحيان من هنا أو هناك بالحديث عن رفض التسوية السياسية عن دون أن تطرح البديل، هو يحمل ربما بهذا القدر أو ذاك، ولا يستطيع أحد أن يجزم، ولكن الخوف أن يفكر البعض، أن تفكر بعض النخب، أن نذهب بها التفكير بعيد من أن مشاريعها لا يمكن أن تسوق إلا بأن يحترب اليمنيون وأن يدخلوا في الحروب وأن يدخلوا في العنف. هذا هو المجال الوحيد الذي يسمح لها بتسويق مشاريعها. عمر المشاريع النبيلة ما كانت لتستند أو تعتمد في نجاحها على الحروب. أي مشروع سياسي أو فكري ما لم يستطع أن يقنع الناس بقيمته سلمياً، هذا ليس مشروعاً صالحاً للحياة، هذا مشروع للتدمير أياً كان ومن أي جهة جاءت. ولذلك تجنب الحرب، تجنب العنف، تجنب الانزلاق نحو الدمار، أعتقد كان من أهداف الثورة، لأن هي ثورة كما قلت لا يمكن إطلاقاً أن تفكر بأن تنجح إذا لم تجد بلداً أو وطناً تستطيع أن تمارس فيه الحياة بشكل طبيعي، وتمارس فيه أيضاً أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل معقول. من هنا أعتقد أن النقطة المحاولة الآن التي لا زالت تصب في هذا الاتجاه علينا أن نتجنبها، وعلينا أن نتعامل معها بحذر. ولا زالت هناك بعض الأصوات، وهي معظمها أستطيع أن أقول تدور في هذا الإطار الذي تحدثت عنه. لذلك عندما جينا إلى موضوع كيف نتعامل مع القادم، لم تدعي القوى السياسية لا المشترك ولا غير المشترك أنها مجرد ما وقعت أو ستوقع التسوية السياسية خلاص انتهى الموضوع، وأنها أصبحت جزء من السلطة وعلى الآخرين أن يلاحقوها. هذا الموضوع رفض منذ اليوم الأول، وقلنا أن الجميع متساوون في تقرير مستقبل هذا الوطن. كل القوى السياسية التي وقعت التسوية أو التي ظلت خارج التسوية بعيداً، سميناه الحوار الوطني. هذا الحوار الوطني له مفهوم ومدلول مختلف عن الحوارات القديمة التي كانت تدعو إليها السلطة قائمة. زمان كانت السلطة تتحدث عن الحوار وتقول تعالوا نتحاور، بيدها مقاليد الأمور، بيدها القوة، بيدها كل شيء، وتقول للقوى السياسية تعالوا نتحاور. نتحاور على إيش؟ أي أجندة كانت، بعدين عقبها مشى، ما عقبهاش ما مشتوش. هذا النوع من الحوار ليس الحوار نتحدث عنه اليوم. اليوم نتحدث عن بناء، عن حوار لبناء وطن. خرجنا من نفق مظلم قديم، من نظام استهلك كل شيء وقمع الجميع، إلى وضع جديد. هذا الوضع الجديد فيه موروث من العقد والمشكلات السياسية والوطنية التي لا نهاية لها. من المسؤول عن مواجهة هذا الموروث؟